مش غلط قوي ومش صح قوي. يعني ايه؟ في مناعه بتتكون، في مناعه بتتكون، بس المناعه دي بتستمر قد ايه؟ في دراسات بتقول ل3 شهور، في دراسات بتقول ممكن توصل لسنه، في بعض الحالات المسجله انها ما تكون لهاش اصلا مناعه، المناعه مرتبطه بشده المرض اكتر. يعني اغلب الدراسات بتقول ان كل ما المرض كان اشد، يعني الفتره اللي جسم الانسان حي فيها الفيروس طويله، فبيتكون اجسام مضاده كتير، فبتقدر تستمر لفتره اطول. زائد في عندنا تاني في المناعه حاجه اسمها خلايا الذاكره اللي هي التي سيل. الخلايا دي بتخليك لما بيحصل لك اصابه مره تانيه بسرعه يتكون لك اجسام مضاده، عكس الاول. انت الاول جسمك بيبدا يتعرف على الفيروس ويكون له اجسام مضاده، انت اوريدي جسمك اتعرف عليه فهيكون اجسام مضاده. الفتره دي ممكن تشوف فيها اعراض، وللاسف بعض الحالات اللي هي كانت اصابتها خفيف في الاول المره الثانيه كانت بالنسبه لهم اصعب، بالعكس اللي كانت اصابته اصعب في الاول المره الثانيه في الغالب بتكون سهله. لكن مع الفيروس ده ما فيش حاجه مضمونه، يعني مده المناعه او وجودها من عدمه، لا الحاجات دي مش مضمونه 100%. ف ده حقيقي. يعني طلبي من الناس اللي هي اتصابت قبل كده ان ناخد بالنا، يعني احنا غلطنا غلطه في الاول ما نكررهاش تاني، بالظبط. لان احنا مش ضامنين. دي اول رساله باخدها من حضرتك، وتاني رساله انه كالعادة الأطباء هم أكتر ناس بيتعرضوا للفيروس. يعني اللي حضرتك بتحكيه مفارقة غريبة، أنه سواء أثناء تأدية واجبك كطبيب أو حتى بره أنت الفيروس بيجري وراك. لكن سؤالي لحضرتك عن الوعي عند الناس، يعني محتاجين نسمع منك رسالة للناس أهو اللي بيتحركوا اللي بينقلوا الفيروس من غير ما هم نفسهم يكونوا عارفين. هي دي للأسف الناس ما بتغلبش المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. الدول اللي نجحت او اللي تعتبر ناجحه حتى الان في التعامل مع الفيروس، هقول مثال، مثلا اليابان 126 مليون، اكتر مننا بحوالي 26 مليون بني ادم، عدد الوفيات عندهم 1800 حاله تقريبا من 126 مليون. رئيس الوزراء هناك قال من فتره كبيره جدا، قال ان السبب في الموضوع ده هو الوعي المجتمعي، الناس عندهم وعي. الحكومه ما فرضتش حظر كامل، الحكومه ما كانتش بتطلع غرامات، لا هي كانت بتدي توصيات، والناس اصلا من قبل ما تصدر التوصيات دي كانوا ملتزمين بيها. الناس لما تغلب المصلحه العامه، مصلحه المجتمع ككل على مصلحتها الشخصيه، الموضوع هيعدي. كل الدول اللي حتى الان تعتبر ناجحه في التعامل مع الوباء مش ناجحه بالحظر الشامل، ولا ناجحه بالحظر الجزئي، ولا بغلق المحلات، ولا بتعطيل المصالح. هي ناجحه بالوعي المجتمعي. ما انا ممكن اقفل البلد، لكن الزيارات العائليه لسه مستمره، والتجمع الشباب مع بعض في بيوتهم لسه مستمر، والاختلاط، ما انا مش هوقف حد من الامن على كل بيت. مش هينفع، احنا دوله 100 مليون بني ادم. فلو الفكره دي مقدله، كان عشان كان من شهر 2 وانا بتكلم فيه، الوعي لو الناس بقى عندها وعي الموضوع هيعدي على خير باقل الخسائر. هيكون في خسائر بس قليله ونقدر نتقبلها.